طبعا هذا هنا العطر، هنا خنجر، وبعدين ركب قماش هذا اللي مرعز مثلا زي كذا، قماش هذا مطلي بالذهب ما شاء الله تبارك الله، سيف مطلي بالذهب زي هذا يتقدم كهدية مثلا. سيف كيف من النص يعني؟ تقيف يعني، مثلا انت لو اخذت مقاسك لازم يبغى له تفصيل يسموه تقيف او الخبل. نقشات مالك عبد الله ما شاء الله، هذا نقشة ملك عبد الله، هذا الخيط العداد. ايوه هذا هو مرعز الماني. مرعز الماني، هذا غنم صح؟ قماش الماني نعم. انا اول عند اول سوق الباب المصري، بعدين جنب شوي انتقلنا في السوق الجزيره جنب بجوار مسجد القمامه. قبل ما نبدا الله يعطيكم الف عافيه، الف 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 مبروك لمنتخبنا السعودي، والحمد لله فاز على ارجنتين 2-1. التقدم المحاوله فرصه تاتيه، احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافه. ويلا نبدأ بالحلقة. السلام عليكم، الله يحييكم يا شباب. اليوم حلقتنا مميزة، اليوم نحن هنتكلم عن سوق يعتبر سوق قديم جدا، يعني تقريبا ما يقارب في المدينة 70 سنة، سوق المغير ما شاء الله تبارك الله، أي شيء رجال وما زال موجود على أرض الواقع. هذا السوق الآن في نفس المنطقة موجود فيها تقريبا يقارب تقريبا حول فوق 30 سنة ما شاء الله، فوق 30 سنة ما شاء الله تبارك الله في نفس الموقع. السوق هذا الآن كم له؟ السوق هذا الآن تقريبا من عام 1413. عام 1413 نعم، يعني له يمكن 33 سنة. أنا اللي أدري، أنا ما أدري إنه يعني أنا الآن لو رحت السوق ده أشوف كلها أشمغة وعقول يقولوا قدامة، يعني أيام الوالد وجدي يقولوا كان هنا يعني ملابس، أنت تخش السوق ده تطلع بجميع يعني ملابسك كل شيء فعليا رجالية. أيوه الرجال نعم، وما زال الموضوع ده موجود، موجود المشالة جميع ما يزم الرجل موجود. عندنا تفصيل وعندنا جاهز، شفت كيف؟ تفصيل وجاهز. أي نعم، التفصيل معيات ممتازة، يمسك على الغترة يمسك على الشماغ، شيء عملي جميل. ايه للناس اللي يستخدمون دائما الشكل اليومي العقال. وفي عندنا عقل مجرد زي ما تقول للمناسبات مؤقتا، يعني مو شيء توب. هذه الان كلها جاهزه، هذه كلها نعم. ايش الانواع اللي موجوده؟ مفصل جاهز. ايش الانواع اللي موجوده؟ الانواع اللي عندنا، شوف هذا المرعز افضل شيء، يسمونه المرعز الالماني. هذا الالماني؟ اي نعم، يجيك فيه صوف الشعر هذا. اذا ما تبغاه نقدر نشيله لك، بعدين العملاء يقول ما نبغى الشعر فنحرق له اياه، شفت كيف؟ وفي عندنا اصواف عاديه زي هذا، هذا صوف عادي. اي هذا الصوف عادي، هذا قطن، اما هذا الصوف طبيعي، هذا شعر ماعز، شعر الغنم. شعر الغنم؟ اي نعم شعر الغنم، صوف طبيعي. هذا الان شو اسمه، يدوي؟ هذا يدوي، كله احنا نصنعه هنا محل ما شاء الله من نفس المحل. الله يسعدك. ايش المنتجات اللي عندكم؟ والله في عندنا انواع البشوت والسيوف والعطور والاطقم هدايا، كل ما يلزم الرجل الخليجي ما شاء الله تبارك الله. سيوف، هو السيوف هذه تستخدم ليش؟ السيوف كانت تتقدم كهدايا، مثلا عندك مناسبات، عندك زي هذا يتقدم كهدية، مثلا سيف تبغى تقدم له اياه مع العلبة هذه، تتقدم هدية مثلا مناسبة تخرج، مناسبة افتتاح مجلس، شيء زي كذا بيكون. سيوف حقيقية هذه؟ لا، عندك هذا السيف، السيف عادي. في عندنا نوعية من السيوف الثانية اللي مطلوية بموية الذهب منقوش ليزر ما شاء الله، ضمان عليها، يعني يعطيك المحل ضمان محل، يعني ضمان لون، ضمان صدى، ضمان اي شيء. الذهب هو يطال بس يكون خارجي ولا من الداخل كمان؟ لا، هذا بيكون بس مغسول من الخارج. من الخارج اي مغسول، ومن الداخل هو يعني زي ايش؟ سيف، سيف السيف يعني. عادي، ستيل حديد نحاس زي هذا. مثلا زي ما تقول لي هذا، احنا بنقول لك يا طويل العمر السلامه، هذا ستيل عادي، ستيل عادي، ستيل عادي، سيف عادي حلو، وحتى الجراب حقه ستيل عادي حلو، ما هو حديد حديد هذا ما. ايوه في عندي نوعيه الحين اجيب لك اياها، هذه النوعيه مطوره شويه. هذا ذهب؟ هذا مغسول بمويه الذهب، شوف حتى لمعته ثاني،
جاي على لون مطفي حلو مره جدا مطفي لمعته. هذه ستيل نحاس. نحاس تكون. ايوه نحاس يعني شوف هذه تكون حاده بس خلني. لا مو بحاده يعني انت تقدر تحدها في محل السكاكين او شيء زي يعني نوعا ما هي لو حديتها اتوقع هي حاده. ايوه حلو حديته تمام يعني نوعيه هذه بالذهب. هذا الان مطلي بالذهب تقريبا مقصول. هذه مقصول بالذهب الذهب ايوه ونقش تقريبا ليزر. نقش ليزر تقريبا هذه كم سعرها الان؟ هذا كانت ب 1200 ريال بس عليه عرض 50% 2200 ريال 1200 اي عليه عرض 50% ما شاء الله تبارك صارت ب 600 ريال مع طبعا الجراب حقها هذا نقدر نحط الجراب نستخدمه الجراب هذا للحالتين يعني فوق تقريبا 35 سنة يعني له 33 سنة ومدخلين في 34 تقريبا 34 سنة نعم ما شاء الله نفس المكان ونفس نعم الحمد لله حتى ما شاء الله أصحاب الدكاكين أتوقع تعرفوهم نفس نعم نعم ما شاء الله تبارك الله الحمد لله معروفين هذا يذكرني كأنه زي سوق الطباخة سوق الطباخة تقريبا له الآن 70 سنة وما شاء الله تبارك الله هذا أبو ماجد وهذا فلان وهذا علان نعم وهذا نعم حسين نعم بخش نعم ما شاء الله يعرف بعض هل السوق ده نفس الآلية نقدر نقول زي سوق الطباخة لا لا أحسن من الطباخة أفضل من الطباخة طبعا الطباخة ما شاء الله له 70 سنة لا هذا كان سوق الجزيرة هناك عند مثل غمامة انتقلنا هنا من المشروع انتقلنا هنا هذا سوق قديم هذا أكثر من 60 سنة هذا السوق ما شاء الله أكثر من 60 سنة نعم أنا أول عند الأول سوق الباب المصري بعدين جنب مشروع انتقلنا في السوق الجزيرة جنب بجوار مسجد القمامة بعدين انتقلنا هنا نعم ما شاء الله تبارك الله نعم تبارك الله يعني هذا السوق انتقل أكثر من مرة هذا ما كان في مكانه نعم هنا. لا ما كان ذا أنيس هذه الآلة اللي تسوي العقال صح؟ أيوه نعم كيف تشتغل يعني كيف واحد بيسوي عقال؟ هذه يشتغل هنا ركب حشوة جوا العقال وبعدين هنا في مفتاح اشتغل حق الزر حق التشغيل نعم وبعدين ركب قماش هذا اللي مرعز مثلا زي كذا قماش هذا زي كذا هذا ركب هذا الخيط هذا تركبه ايوه هذا بطن وركب خيط بعدين اشتغل مكان هذا مفتاح وبعدين لفين من الجهتين يعني من الجهه هنا ومن الجهه الثانيه هناك أنا شايف كل الأنواع ملكية اللي موجودة صح؟ هو طبعاً الحين بالنسبة لهذه يعني زي ما تقول هذه نوعية حلو؟ اللي هو الشغل الملكي في بعضه يجي متوسع لوريكس أكثر من نكشة وأكثر من نكشة بس هذه حسب طلب الزبون هذا يسموه تفصيل أما أكثر مبيعاً وأكثر شيء دارج بين الناس والناس تأخذه بكثرة هو الملك المتوسع لوريكس يقولوا لهم الخومس المسودس زي كذا البحريني زي كذا هذه كلها طبعا حسب طلب العميل هذه كلها لا أسامي أيوة نعم لا أسامي حسب طلب العميل لما يشوفها أقول لك أبغى زي كذا أنا أفصل له ويختار القماش يختار النوعية يختار يعني يجيها المشلح نفس ما يبغى هذا الشكل طيب يا أخوان العقال حتى نحن نكون نعرف بالنسبة للعقال العقال يكون فيه له الخيط أول شيء اللي هو الخيط الأبيض هو ده الخيط الأبيض تقريبا هذا هو الخيط الأبيض بعدين هيكون فيه خيط أسود وبعدها يكون اللي هو خيط الماعز على حسب اللي يكون على كل محل على حسب المحل زي ما ورانا الأخ إنه يكون الخيط هذا والخيط الماعز على حسب يعني هي تقريبا ثلاثة طبقات أيوة هذا هو مرعز ألماني مرعز ألماني هذا غنم صح؟ قماش ألماني نعم غنم طيب يا إخوان هذا يقولوا عقال التأسيس أو يوم التأسيس صحيح عقال التأسيس صح؟ أيوة نعم عقال التأسيس وإيش كمان؟ وفي ناس يقول عقال ملك فيصل ملك فيصل نفس العقال أيوة في ناس يقول عقال مقصر مقصر نعم يعني له أكثر من اسم يعني في الأخير له أكثر من اسم ما شاء الله تبارك الله ذكرت الحرية هاللي جرى وقت قديم طيب يا أخوان في جندي مجهول صراحة ما ظهر معانا في الفيديو لكن ما شاء الله تبارك الله هو اللي قال لنا روح هذا المحل
الله يعطيك ألف ألف عافية أستاذ فواز، ترى ما قصرت وحييك وتشرفنا فيك الله يسعدك. اليوم نورت سوق المغير والله بلقائك الحلو الجميل، ومرة حرجتنا صراحة يا إخوان. الله يعطيكم العافية. كده وصلنا نهاية حلقة اليوم، أعطوني رأيكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمة. سلام سلام.